الغوطة فك الحصار، لجل عيون الأطفال، لك الغوطة فك الحصار، لاجل دمعة الأطفال. إخواني الكرام، مع كلمة الأخ أحمد حمدافري، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، هي اللافتة مكتوب عليها: أهلنا في الغوطة، مركبنا واحد ومصيرنا واحد. نحن جئناكم من الغوطة الشرقية، من القطاع اللي بتقولونه القطاع الأوسط، لك نحن شعب واحد، لك نحن إيد واحدة. مين اللي حط المسميات؟ مين اللي فرقنا؟ لا في دوماني ولا في حموري ولا في ساباني. لعنة الله عليه. آمين. عنواننا اليوم اللي فرقنا لعنة الله عليه. عنواننا اليوم الغوطة في خطر. الخطر ما راح يروح نحن متفرقين. الخطر ما راح يزوره في حواجز بيناتنا. نحن لازم نتكاتف ونتظافر. لجنة الستة ما راح يمشي حالها هيك. الوساطات اللي حطها بين الفصائل ما راح يمشي حالها هيك. إذا ما طلع الشعب وصرخ صرخة واحدة حرية تكبير، ما راح يمشي الحال. وإذا صرخت الله أكبر تجمعنا. الغوطة ودومة واحد، كفرفطنا وسابة واحد، بلاد الغوطة كلها واحد. تجمعنا يا شباب، تجمعنا منصير واحد. لأنت كل واحد فينا بده يضل لحشة على الثاني. لأنت الجيش بده يضل لحشة على الفيلق، ولأنت الفيلق بده يضل لحشة على الجيش. هاد شبتان بهاد ما عنده معارك، وهاد شبتان بهاد ما عنده معارك. والسلاح لمين؟ لك السلاح لمين؟ السلاح دفع حقه دم، دفع حقه أخي وأخوك. تكبير. يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله. ردوا ناشطين إعلاميين بسوار كمان، ردوا معنا. يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله. بس تذكروا كلمة واحدة قبل ما تكون أنت إعلامي، قبل ما تكون أنت ناشط ثوري. نحن طلبنا حرية وطلعنا عم نصرخ ثورة، ثورة على الظلم. ما لنرجع نعيشه، ما لنرجع نعيشه هذا الظلم.